السلام عليكم، أهلا وسهلا. اليوم نحن في عنا درس جديد، بس هالدرس حيكون من نوع آخر مختلف شوي عن باقي الدروس. اليوم حناخد نص باللغة السويدية مكتوب بالسويدي، وراح نترجمه مع بعض على اللغة العربية، راح نشرحه ونشوف الكلمات الجديدة يلي فيه، وبعدين حنحاول نتعرف طريقة الكتابة باللغة السويدية وشلون نحن بنصيغها باللغة العربية، ونحاول نتعرف الكلمات شلون بتنكتب وشلون نحن ممكن نقلدها مشان وقت نحسن طريقة الكتابة تبعنا. بالنهاية الملف موجود على شكل PDF، نحاول نحطه في صندوق الوصف وفيكم تحملوه بعدين وتقروه. وفي الكلمات اللي مرقت معنا بالدرس الجديدة، معانيها إذا كانت اسم أو فعل ومنين إجت، يعني إذا أنا مثلا عندي فعل من شو أعطاني اسم أو شو أعطاني صفة أو ظرف وهكذا. خلينا نبلش. اسم النص إت مني فرون من بار دوم. إذا إت مني هي الذكرى، مني جاية من فعل مينس، المصدر تبعه ميناس يتذكر، فرون من بارن دوم من طفولتي. طبعا بارن دوم طفولة هي اسم جاي من كلمة إت بارن، بارن هي الطفل، ضفنا لها دوم فهي صارت اسم. إذا إت مني فرون من بارن دوم، فكرة من طفولتي. المقطع الأول، دي هار هندي، دي هار هندي ناريو فار فيم أور أوك بودي إي ستوكهولم. إذا دي هار هون عم نوصف الحدث، هندي حدث، إذا حدث هذا، نار يوفار فيم أور عندما كنت في الخامسة من عمري، كان عمري 5 سنوات، أوك بودي ستوكهولم وسكنت في ستوكهولم أو وكنت أقيم في ستوكهولم. إذا هي أول جملة، دهار هندي نار يوفار فيم أور أوك بودي ستوكهولم. الجملة اللي بعدها طبعا ملاحظة انتهت بنقطة، فهون نحن نحط نقطة وننتقل على الجملة يلي بعدها. Det var julafton och jag trodde fortfarande på tomten då. إذا det var julafton. إذا كان الوقت، كانت عشية عيد الميلاد. Och jag trodde fortfarande på tomten då. وكنت ما أزال مؤمنا عندئذ بوجود بابا نويل. إذا كانت عشية عيد الميلاد وما زلت مؤمنا حينها دو. بوتومتين إذا مو ببابا نويل نحن، إذا هون بوجود بابا نويل، إذا بوجود بابا نويل. الجملة اللي بعدها، فانليكت فيس أوكتيفي تيل سلكتن إي نورلاند فو يولارنا. فانليكت فيس طبعا هي هون عادة، فانليكت فيس هون ظرف تجي من فانا، فانا هي العادة، فانا فانور، فانليك هي حط لها إيجي إيجي هي فبتصير صفة، هي شائع أو عادي أو اعتيادي. فانليكت فيس حطينا لها تي والفيس فهي صارت هون بشكل اعتيادي ظرف. إذا وعادة أوكتيفي تيل سليكتن، أوكر طبعا يركب الباص أو القطار أو السيارة، بس هون الأصل منها مسافر. أوكتيفي تيل سليكتن، سليكتن الأقارب. إذا عادة ما كنا مسافر لزيارة أقاربنا إي نورلاند في نورلاند ويولرنا في أعياد الميلاد. من دنهار يولن كنت في إنت دي، ولكننا لم نستطع القيام بذلك هذه المرة أو في هذا العيد. افترشم من ماما فينتا دي بار، لأن والدتي كانت تنتظر مولودا فينتا دي بار كانت حامل. أوك اسكولي فودا نارسوم هيلست، وستلد في أي لحظة. Därför vågade mina föräldrar inte ge sig ut på någon längre resa. Därför, لهذا السبب، vågade mina föräldrar inte. إذن نحن نبلش بالعربي نقول لم يجرؤ، بلش بالنفي، لم يجرؤ بالفعل، لم يجرؤ والداي. vågade mina föräldrar inte. طبعا هون därför هي بلش بالجملة بتبدأ بالجملة الأساسية تفوت ذات، وبعد منها رأسم بده يجي الفعل. فهون ما بنقول دارفور مينا فور إدرار فوغادي إنت، لا بنقول نحنا دارفور فوغادي، حط الفعل بمرتبة المكان الثاني من الجملة، بعدين يجي وراء الفاعل إذا، بعدين بيجي النفي. دارفور فوغادي مينا فور إدرار
انت يي سيود انه هون يذهبوا فو نوغون لينغري ريسا في رحله طويله رحله بعيده ما اذا تصير جمله بالعربي لهذا لم يجرؤ والداي على الذهاب في رحله بعيده ما. المقطع يلي بعده استلت سكولي تومتن كوما ميد يول كلابر هيم في الأس. وبدلا عن ذلك سيأتي بابا نويل جالبا معه هدايا عيد الميلاد إلى منزلنا. إذا بالعربي تصير الجملة بل إن بابا نويل هو من سيأتي بهدايا عيد الميلاد إلى منزلنا. استلت سكولي تومتن كوما ميد يول كلابر هيم في الأس. يول كلابر طبعا هي هدايا عيد الميلاد مكونة من كلمتين سمن ستة أور هي يول هي عيد الميلاد وكلاب هي الهدية كلابر هي الجمع فنحن منضيف الجمع للإسم الثاني إذن يول كلابر هدايا عيد الميلاد. الجملة اللي بعدها يوك مينس يور سبينن دي دي شينس إذن أذكروا كم كان ذلك شوقا هو نفسه مينس اللي أخذنا منه كلمة مني إت مني هي الذاكرة أو الذكرى إذن يور سبينن دي مشوق من سبينر يشد سبينر سبينت إهيلا كروب معناتها أعصابه مشدودة سبينن دي مشوق إذن أذكروا كم كان ذلك مشوقا كم شعرت بالشوق إذا حبينا دي تشينس أوتي فول ستورا فيتا سنو فلينغور موت ماركل ويوغ ومين ليلا سيستر يك تيل فانستريت غونغ بو غونغ فور اتسي أم تومتن فار بوفيك إذن أوتي فل ستورا فيتا سنو فلينغور كانت ندف الثلج البيضاء الكبيرة تتساقط خارجا نبلش نحن هون سنو فلينغور يلي هي هون فلينغور هي الرقاقات فلينغا هي الرقاقة مفرد رقاقات الثلج كمان ثمن ستة أوت فيتا البيضاء نلاحظ انه هي هون فيتا اجت بصفة الجمع لانه فلينغور جمع فلازم انا اضيف حرف الآ للصفة ستورا نفس الشيء ستورا فيتا فلينغور اذا ندف الثلج او رقاقات الثلج البيضاء الكبيرة فل سقطت ويتي خارجا اذا كانت ندف الثلج البيضاء الكبيرة تتساقط خارجا موت ماركن على الارض ويوغ ومن ليلا سيستر يك تيلفون ستريت غونغ بو غونغ واتجهت واختي الصغيرة يوك ومين ليلا سيستر أنا وأختي الصغيرة جيك تيل فانستريت تجهنا نحو النافذة غونغ بو غونغ مرة تلو الأخرى فور أتسي أم تومتن بار بوفيك لنرى ما إذا كان بابا نويل في طريقه إلينا في بود بوفيمتي وونينغن إي إت هيرك هوس ومانس كند إنت سي ميكة إذن كان منزلنا يقع كنا ساكنين في الطابق الخامس وكان منزلنا في الطابق الخامس إيت هوغ هوس في أحد الأبنية المرتفعة هوغ هوس هون أظن مو إنه منزل إنما هون أظن البناية كما بيقولوا عنها هوس هوغ هوس يعني بناء مرتفع ومن كنت أنت سي مكة ولم تكن الرؤية ممكنة جدا ما كان الواحد بيقدر يشوف كتير من الطابق الخامس في فنتدي وفنتدي من إنيانتينك هند وانتظرنا وانتظرنا ولكن شيئا لم يحدث ما أجاب عوانوكي مقطع يلي بعده افتر ان لونج فينتن سا ماما ات دينوغ فار داكس فور تومتن ات كوما سنارت إذن افتر ان لونج فينتن من طبعا فعل فينتر ينتظر فينتن هون الاسم بعد طول انتظار افتر ان لونج فينتن سا ماما قالت والدتي ات دينوغ فارداكس انه ربما فارداكس هون حان الوقت فور تومتن ات كوما سنارت حان وقت قدوم بابا نويل اذا قرب وقت قدوم بابا نويل بابا سكولي جو اوت وشبا انتي تيدنين اذا سيخرج والدي لشراء جريده بابا سكولي جو اوت وشبا انتي تيدنين ماما سوغ سو فور فانتانس فول اوت ويوغ شنده ات سبينينغن ستيك إذن ماما سوغ سو فور فانتانس فول اوت إذن ظهرت أو بدت هون سوغ اوت بمعنى هون عندي بارتيكل فيرب سير يرى
بس لما بتيجي معه ut فبيصير الفعل معناته يبدو ماما سوق سو فورفان تانس فول ut. إذا بدت والدتي فورفان تانس فولت متشوقة متطلعة تتحرى شوقا. ويوك شندي أت سبينينغن ستيك وشعرت أن شوقي أن كما أن الشوق اللي فيني ستيج ارتفع من ستيجر ستيج ازداد. من ليلا سيستر أيوغ سبرانج تلفون ستريت فور بي تروتي أت في سكولي كنا سي تومتن نيري بو جوردن. إذا جريت وأختي نحو النافذة من ليلا سيستر أيوغ. بلشنا نحن ما نبلش بيوغ نبلش بالفعل الثاني من ليلا سيستر أيوغ سبرانج جرينا تلفون ستريت إلى النافذة فور في تردي فور هم معناتها لأننا في تردي اعتقدنا في سكولي كنا سي تومتن نيري بو جوردن أننا سنتمكن من رؤية بابا نويل نيري أسفل البناء في الأسفل بو جوردن في الحديقة. ماما إيك أم كرينج إلى جنهية. إذن والدتي تجولت في الشقة إيك أم كرينج تجولت وسيسلدي ميد موتن واشتغلت بتحضير الطعام. راديون فاربو وكفي فنتدي. إذا نحن كنا عم نستنى وكان الراديو شغال. إذا كان صوت المذياع مسموعا لأنه بالعربي ما بنقول بالعادة إنه كان المذياع يعمل فبنقول نحن كان صوت المذياع مسموعا فيما كنا ننتظر. مقطع يلي بعده وكفي فنتدي وفنتدي وفنتدي في شاتدي نوك وماما. من يوغ مينز دي ميست سوم ات يوغ سات في تفن ستريت و ات التينج توغ ان او اندليكت لونج تيد. اذا نحن انتظرنا وانتظرنا وانتظرنا في شات دي نوك بو ماما. وقمنا بالتذمر من يوغ مينز دي ميست ولكن اكثر ما كنت اتذكره ميست. اذا يوغ مينز دي ميست اكثر شيء اتذكره ثم أت يوغ سات فيت فانستريت هو أنني جلست بجانب النافذة سات فيت فانستريت وكأت ألتينج وكأت ألتينج توغ إن أو إندليك لونج كيد وأن الزمن طال إلى ما لا نهاية بمعنى أنه هو أخذ وقتا طويلا لا نهائيا يعني كل شيء كان عم يأخذ وقت طويل ما عم ينتهي وأن الزمن طال إلى ما لا نهاية. ماما فيركدي بلوتس ليكت أوروليك فجأة ظهرت بيركدي بمعنى كمان ظهر مثل سير أوت بس هو معنى بارتيكل فيرب بيركدي يظهر. إذن فجأة بدت والدتي قلقة بدأ القلق على والدتي أوك كوم فرام تيلفونستريت أوكسو كون. إذن وجاءت هي أيضا طبعا هون فينا نقول أوك هون كوم فرام تيلفونستريت أوكسو بس هون حطينا الفاعل بنهاية الجملة أوك كوم فرام تيلفونستريت أوكسو هون وأتت إلى النافذة هي الأخرى وأتت هي الأخرى إلى النافذة. من إنين تومتي سينتس ولكن لم يظهر لبابا نويل أي أثر في الأفق ما في ما عملوا أي أثر لبابا نويل في الأفق ما له أثر. بابا كم إنتي هيلر تلباكا فرون أفان ولم يأتي والدي كذلك من المحل. إذا نحن هون نلاحظ استخدام هيلر هيلر نستخدمه وقت نحن عندنا جملة نفي أول شيء بعدين نقول كمان هالشيء الثاني ما صار. النفي الأولاني اللي عندي يا أنا هون من إنين تومتي سينتس إنين هو هون نفي لتومتي كأني عم أقول لم يظهر تومتي إنتي سينتس. والنفي الثاني اللي عندي هون ولا جاء والدي من المحل باباكم إنتي هيلر في الباكا فرون أفارا. إذن لم يظهر تومتي ولم يأتي والدي كذلك. سو في فنتدي وفنتدي وفنتدي فانتظرنا وانتظرنا وانتظرنا. المقطع يلي بعده سو يك ماما يوت فور ات تيتا فخرجت والدتي لتلقي نظرة هنسا اوت اوس اتستنى الى جنهية وطلبت منا البقاء في الشقة. سا اوت اوس اذا قالت لنا اوت طبعا هون حرف جر قالت لنا ان نبقى في الشقة. اوك سو يك هون يوت اي تراب اوبونغن وخرجت الى بيت السلالم لبيت الدرج. افتر انستونت كم هون تلباكا اوك رينج دي فليرا سمتال. اذن افتر انستونت كم هون تلباكا اوك رينج دي فليرا سمتال بعد لحظات عادت الى المنزل طبعا
وأجرت عدة مكالمات هاتفية اللي هي رينج دي فليرا سانتال. أجرت مكالمات هاتفية. يوك فشتود إنينتينج، لم أفهم شيئا من فتدئي ألفل أت دي هند لدي أم بابا، ولكني شعرت أو فهمت حدثت أدركت إي ألفل على أي حال أت دي هند لدي أم بابا أن الأمر يتعلق بوالدي. في فروغة دي باتسوم هند، فسألناها عما جرى عما حدث شو صار من هون سادة بورا أت في مستفنتا، ولكنها قالت أن علينا الانتظار وحسب. إذن كل ما علينا فعله هو الانتظار. مقطع يلي بعده. افتر إن ميكي لونغ فينتان تنكد دي بودرن وك إن كوم تومتن. إذن افتر إن لونغ إن ميكي لونغ فينتان، وبعد طول انتظار تنكد دي بودرن، طرق الباب وك إن كوم تومتن، ودخل بابا نويل إن طبعا إلى الشقة. كوم هون الفعل، مكان تاني بالجملة، تومتن هو الفاعل. إذن وبعد طول انتظار طرق الباب ودخل بابا نويل. هن هادي إنسك ميتسي، وكان يحمل معه كيسا سك، طبعا هون عندي إن هي أداة التنكير، وك فار ألدليس رود إي أنسكريت، وكان وجهه ألدليس تماما أحمر تماما، وكان محمر في مكان محمر الوجه تماما. يكتكتي أتهن ليك ندي بابا، اعتقدت أنه يشبه والدي. افترشوم يوفر إفريك أتفو مينا يول كلابر فروغة دي يوغ إنتي سوميكي، ولأني كنت متشوقا متحرقا إفريك كثير، أنا كنت متحمس أتفو مينا يول كلابر لأحصل على هدايا عيد الميلاد الخاصة بي. فروغة دي يوغ إنتي سوميكي، لم أسأل كثيرا. من افتر انستونت فشتود يوغ فاد سم هادي هنت، ولكني فهمت ما حدث بعد برها. اذا الجملة بتصير بالعربي، يوغ تكتي اتهن ليك ندي بابا، اعتقدت انه يشبه والدي، ولكني لم اسأل كثيرا لاني كنت متشوقا للحصول على هدايا عيد الميلاد، ولكني فهمت ما حدث بعد برها. بابا هادي فاسنات ايهسن، لقد علق والدي في المصعد. أوت كليد تيل تومتي، متنكرا بزي بابا نويل. إذن فاستنات إهسن، علق في المصعد. أوت كليد هون متنكر، هون كمان عندي كلي يلبس، كلي بوسي يلبس، كلي أوت يتنكر. أوت كليد طبعا هي جاي الصفة من البارتيكل فيرب، صارت متنكر. تيل تومتي حرف الجر المستخدم مع أوت كليد هو تيل. إذن بابا هذه فصنة في هسن، أتكلت تيل تومتي، إذن علق والدي في المصعد متنكرا بزي بابا نويل. إنين هذه هورت نار هن رينج دي بو لارم كنابن، ولم يسمعه أحد. إذن هون حطينا النفي للفعل، لم يسمعه إنين، لأنه عندي هون أنا منفي. إنين هذه هورت، لم يسمعه أحد أو لم يسمع أحد. نار هن رينج دي بو لارم كنابن، عندما ضغط على زر الإنذار. فولك فار فيل أوكتاغنا أوف أتشيرا يول، فقد كان الناس مشغولين بالاحتفال بعيد الميلاد. إذن أوكتاغن مشغول، أوكتاغنا هي هون الجمع، أوكتاغن كمان جاي من بارتيكل فيرب تاوب، وطبعا حطينا نحن اشتقينا من التاروب عملنا أوكتا، واشتقينا منا الصفة. إذن أوكتاغن أوكتاغنا أوف مشغولين بي في ريول، الاحتفال بعيد الميلاد. يلسلوت هادي ماما فشتوت وكون رينج دي هيس ريباراتورن. إذن في النهاية أدركت والدتي الأمر واتصلت بعامل المصعد هيس ريباراتورن أو مشغل المصعد، هو الشخص اللي بيصلح المصعد. ديفار بوت إت بوت سليكت فاكناندي فور مي. إذن كان الأمر فجأة عمل لي صحوة، عمل لي إيقاظ. وبفاكناندي كمان فاكنا، وبفاكناندي هي هون الاسم. بلوتسليكت فجأة، لقد شكل الأمر صحوة لي. افتر دي ترد يوغ انت لينجري الديفنس نوغون تمتي. إذن وبعد هذا، بعد الحادثة اللي صار، لم أعد أؤمن
انت لينجري لم اعد اؤمن التفينس نون كنتمتي بوجود بابا نويل. اذا هذا كان اليوم الدرس تبعنا، المقطع اللي ترجمناه، القصة اللي ترجمناها. بتمنى تكون عجبتكم ويكون الشرح واضح. طبعا انا مثل ما قلت راح احط النص مع الكلمات الجديدة بصندوق الوصف. بتمنى انه اذا عجبكم تقروا تستفيدوا منه، واذا كان في عندكم نص او اي شيء حابين تسألوا عنه ممكن تكتبوا لي بالتعليقات، ونحن ان شاء الله بنساويهم سوا. نشوفكم ان شاء الله بدرس جديد. السلام عليكم.